دكتور عمرو، ممكن حضرتك تكلمنا عن كسر الأنف وتشوهات الأنف وانحراف الحاجز الأنفي؟ اوكي، نبتدي الاول نتكلم عن كسر الانف. بالنسبه لكسر الانف، هي الجزء بارز في الوجه ومكون من غضاريف وعظام. الحقيقه هو بيتعرض للكسر في حوادث كثيره، كتير من الناس نتيجه حوادث منزليه او حوادث سير او بعض الرياضات العنيفه او حتى بعض الرياضات العاديه زي كره القدم والرياضات اللي فيها احتكاك. عموما ممكن نشوف حالات كسور انف كثيره. بالنسبه للمريض اللي بتحصل له اصابه بكسر بالانف، لو هي اصابه بسيطه مجرد كسر بالانف وما عندناش اصابه كبيره زي مثلا حوادث السيارات او كده، بنبتدي نركز على الانف. انما لو في حاله حادث سيارات وفي اصابات اخرى، بيبقى تركيز طبعا الاول على انقاذ حياه المريض، والانف برضو بنهتم بيها ما بنهملهاش. ففي الحالات اللي هي فيها كسر في الانف منفصل ومش اي حاجه تانية غيرها، الحقيقه بنبص في الاول لو المريض ده جالنا بدري جدا قبل ما يحصل تورمات في اول كام ساعه بعد الكسر، ممكن في الحالات ديت يتم اجراء رد سريع للكسر، وده بيبقى من افضل الحاجات. بس في كل الحالات لازم المريض يتفحص اول لما يحصل له الكسر ده باخصائي او استشاري انف واذن، عشان يطمن ان ما فيش حاجه محتاجه تدخل سريع، زي مثلا لما يكون في تجمع دموي في الحاجز الانفي او يكون في اي مشاكل اخرى محتاجه تدخل سريع او نزيف او شيء من هذا القبيل. الحالات اللي هي جت بدري قبل ما يبتدي يحصل لها تورمات في الانف وباين عندنا الكسر، ممكن نعمل لها رد للكسر ده على طول، ودي عمليه بسيطه قوي ما بتاخدش وقت، والمريض عاده بنحاول نرجعه لاقرب ما يكون من قبل ما يحصل الكسر ان شاء الله. في بعض الحالات بقى اللي بيحصل، اللي هي المريض بيجي متاخر شويه بعد ما يكون بدا يحصل تورمات في الوجه، الحقيقه اللي بنعمله ساعتها ان احنا لازم نديله بعض الادويه ونستنى عليه فتره تقريبا في خلال اسبوع ولا حاجه، على ما التورم اللي في الوجه ده يقل، فنقدر نشوف التشوهات اللي حصلت في الانف نتيجه الكسر، ونقدر ان احنا نعدل له الكسر ده ونرده له برده بعمليه بسيطه. والحكايه ديت الحقيقه نقدر نعملها في خلال اول اسبوعين من الكسر، قبل ما الكسر يلتئم جامد يبقى صعب ان هو يتم اصلاحه بالطريقه دي. انما في بعض المرضى اللي هم بيقول لنا بعد ما يكون اتكسروا من اكتر من شهر او شهرين او حاجه زي كده، الحالات اللي زي كده الحقيقه احنا ما نقدرش نرد لهم الرد البسيط والعمليه البسيطه، دول بيحتاجوا عمليه تجميل انف وظيفيه كامله، دي طبعا عمليه اكبر بكتير من عمليه رد الكسر. بس برضو النتائج الحمد لله بقت كويسه قوي، وفي نسبه كبيره منهم بنقدر اكتر من 90% بيتحسنوا كتير وبيرجعوا شبه طبيعيين بعمليه تجميل، جراحه تجميل الانف الوظيفيه اللي هي بنستعدل فيها الانف والحاجز الانفي والكسور اللي حصل. بالنسبه للسؤال الثاني، كان حضرتك بتسالي على عمليات تجميل الانف الوظيفيه وتشوهات الانف. طبعا دي جزء من مهم من عمليات جراحات الانف، هي عمليات تجميل الانف الوظيفيه، ودي جراحات بيجريها جراحين اللي هم متدربين في هذا المجال، سواء من تخصصات الانف والاذن او تخصصات جراحه التجميل. في جراحين كتيره متمكنين في القصه ديت، والعمليات ديت الحمد لله احنا لما بنجريها يبقى طبعا الهدف بتاعنا ان احنا بيجي لنا مريض متضايق من تشوه او عيب في شكل الانف بتاعه. العيوب ديت كتيره، منها مثلا الانف الطويل، الانف العريض، الانف اللي بيكون نازل لتحت قوي، وخصوصا بنشوف بنلاحظ كده في بعض الناس لما بيضحكوا الانف بينزل اكتر، او انف اللي فيه عظمه بارزه، او الانف اللي شبه الانف الافريقي شويه اللي هو الانف الافطس. ففي اكتر من عيب ممكن يكونوا محتاجين يتحسنوا بالعمليات بتاعتنا بتاعت تجميل الانف. طبعا كل العمليات ديت احنا بنقعد مع العيان الاول بنفهم منه كويس قوي ايه الجانب النفسي والجانب الوظيفي والجانب الشكلي اللي هو عنده، وبنحلل الحاله بتاعته كويس قوي، وبنكون محددين معاه احنا هنعمل ايه في العمليه بقدر الامكان، ونبتدي ان احنا نطلعه على بعض صور مرضى سابقين عملوا عمليات زيه، وبنحاول نجيب له حالات مشابهه لحالته بقدر كبير، بحيث ان هو يبقى شايف الناس ديت خدت تحسن شكله عامل ازاي وفي فتره قد ايه. يعني طبعا بعد عمليه تجميل الانف بيكون في تورم في الانف والوجه في اول اسبوع، التورم ده بيبتدي يخف تدريجيا،
المريض بيشوف نسبة كويسة من نتيجة العملية في خلال أول شهر بعد العملية، بس بيفضل في تحسن بسيط ما بيبقاش ملحوظ قوي، بيبتدي يستمر معاه في كل الحالات لأكثر من 6 شهور أو سنة، بيتحسن تدريجيا بس بيكون عايش حياته بيمارس حياته الطبيعية في الفترة دي. طبعا بعض الإرشادات اللي بنديها له في خلال الفترة الأولانية أول شهرين ولا حاجة بديه بعض الإرشادات يستعملها. النتيجة بتاعت العيانين بتاعت الحالات ديت في معظمها الحمد لله نسبة النجاح بتاعتها عالية فوق 90%. في حالات بتنجح من أول مرة، وفي بعض الحالات اللي هي ممكن تحتاج عملية بسيطة تانية اللي هم 10% دولت لما بيجوا لنا، وديت عشان كده حتى في المؤتمر هنا كان عندي محاضرة عن حالات اللي هي بتحتاج الإعادة ديت، دولت بنعمل لهم برضو جراحات والحمد لله في نسبة نجاح فيهم كويسة جدا ممتازة جدا. طبعا الصعوبه بتاعت عمليه تجميل الانف الوظيفيه انها عمليه بتتفصل على كل مريض، ما هياش زي بعض العمليات اللي هي خطواتها ثابته، لا احنا لازم الاول نصور بنفهم المريض نفسيا ونفهم ايه الحاجات اللي مضايقاه، وبنصوره من كل الزوايا بتاعت الانف وبنبتدي ندرس ايه العيوب اللي فيها، وعندنا طبعا مقاييس جماليه بنمشي عليها، فبنشوف المريض ده ازاي نوصله لاحسن شكل وايه الحاجات اللي نقدر نعملها عشان نوصله لاحسن شكل، ونحط خطه للعلاج بتتفصل على كل مريض، وبنيجي نراجع مع المريض تاني قبل العمليه ايه اللي هنعمله ونفهمه الحاجات دي كلها بحيث ان احنا ان شاء الله نوصل لاحسن نتيجه ان شاء الله. شكرا الشكل جدا. والوظيفه شكرا جدا لحضرتك.